شو راه معاكم؟ شو كان شكل الدار؟ عمام عصر دوري تأخرت على بيت أهلي. الله يستر، انسى أخي انسى مشان الله انسى. في اثنين من التمين فاتوا على الحارة عم يقصوا على الفرنساوية، والفرنساوية لحقوا عم يقصوا عليهم. يلا طيب وسكروا باب الحارة عقيد. مين؟ الدرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. شو نعمل شيخنا هلا؟ روحوا خبروا المخفر يا شباب. أنا بروح بخبره. لا خليك عمي أبو حاتم، أنا اللي رح خبره. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله عليه. ما عرفتوا لمين هالولد؟ بعده هيك يا رئيس المخبر. شرب سيدي شرب. بعدك تعال ورا تعال ورا. تعال هك. شو اللي صار يا ابو شاب؟ شوفت عينك. مين اللي قتله؟ الفرنساوي يا ابو جودات. وشلون قتلهم هيك يعني من دون سبب؟ شو جاي تحقق معنا قلنا يا ابو جودات؟ شو يا ابو شاب؟ بدك يعني اخذ الولد والرجال يلي ماتوا هيك من دون ما اعرف شو الاسباب؟ قلنا لك الفرنساوي اللي قتلهم. شو ما عم تفهم علينا ابو جودات؟ عندي ضبط بدي كمله. ولا بدك يعني اكتب شلون ما كان يعني؟ بدي اعرف مين هدول وشلون فاتوا على الحاره ومين هن اللي عنا. قلنا لك يا وخلصت بقى. بدي اعرف مين هن. بدك تكمل تحقيق يا ابو جوده والقتلة سايح دمه بالاراضي. وانا راح كمل التحقيق هون. هلا نوري بياخذهم. خذهم يا نوري. يلا نشوف. حملوهم على شي تنبر وخذوهم على المستشفى. شرفوا على المضافه.